عاجل، وفاة الممثل التونسي سعدي الزيداني. إليكم التفاصيل وسبب الوفاة في هذا الفيديو. توفي صباح اليوم الأحد 14 جويلية تموز 2024 الفنان الكوميدي سعدي الزيداني عن عمر 48 سنة بعد صراع مع المرض. والسعدي الزيداني هو أستاذ مسرح متخرج من المعهد العالي للفن المسرحي، وشارك في العديد من الأعمال الكوميدية التلفزية والإذاعية على غرار نسيبة العزيزة والحجر الصحي، كما أنتج عدة فقرات كوميدية على غرار مواطن صالح ألو السعدي وأوه على السعدي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته وجميل عفوه، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان. إن لله وإنا إليه راجعون. إلى هنا وصلنا لنهاية هذا الخبر ونهاية هذا الفيديو. لا تنسونا باللايك والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد. شكرا جزيلا لكم على المشاهدة، وإلى اللقاء.